السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما بكم معايا في قناة شواد أم هيثم، فيديو جديد ووصفة جديدة. تنتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم في أحسن الأحوال وبصحة جيدة. اليوم إن شاء الله كيف ما تتشوفوا معايا نشارك معكم لباطا بيتزا أو لعجينة البيتزا أو لعجين الميني بيتزا. طريقة جد سهلة بسيطة وتجي أكثر من رائعة، أحسن مليون مرة من تاع المحلات. علاش لا نحضروها او لا لديورنا او لا نخدموها كوموند بطريقه بسيطه. وندوزو على بركه الله. اول حاجه المقادير والطريقه ديال التحضير. على بركه الله عندي هنايا 500 غرام تاع الدقيق. بالنسبه للدقيق خديت الدقيق الرطب، يعني النوعيه جيده، الدقيق الممتاز. ضفت عليه واحد المعلقه تاع الزعتر محكوكه، كذلك واحد يعني قبصه تاع الملح. الملح تيبقى على حساب الذوق، اولا معلقه صغيره الملح. وغادي نضيف هنا واحد المعلقه كبيره نتاع الخميره اللي درت لها يعني الماء، بخليتها حتى دابت مزيان وعاد ضفتها. وغادي نسم بالثوم بودرة، ممكن تستغناو عليه الا بغيتو ديروا غير الزعتر فراه تيكفي، ولكن الثوم بودر تجي رائعه، تجي فيها واحد لوكو غزال صافي. وغادي نضيف مباشره، غادي نضيف زيت الزيتون، غادي نضيف واحد ثلث الكاس نتاع زيت الزيتون صافي. وغادي نبدا نجمع، غادي نجمع بالماء اللي خصو يكون دافي، يعني ضروري من انه يكون دافي. كيف ما تتعرفوا يعني الخميره خصنا الماء دافي باش تختمر لنا ديك العجين، وكذلك راه الجو بارد يعني دفيو الماء ومن بعد عاد نجمعوا به العجينه ديالنا صافي. غادي نبدا نجمع غير بالاصابع، ومن بعد غادي ندوز انني نجمعها مزيان ونحاول انني ندلكها. العجينه خصها تكون خفيفه، ما تكونش ما تطلعوهاش من الاول قاصحه ومن بعد عاد تبقاو تدلكوها باش تخفوها النور. من الاول طلعوها خفيفه، ضروري تكون خفيفه. كيف ما غتشوفوا معايا في الفيديو فالعجينه راه تتلصق في اليد يعني، وغادي ضروري ما خصها تدلك مزيان، ضروري ندلكوها. الا كانت عندكم العجينه ممكن تعجنوها فيها، ما كانش فرا ممكن تعجنوها غير في اليد لانه راه سهله ماشي شي حاجه. وكيف ما قلت لكم العجينه راه خصها تكون خفيفه وتتلصق لينا في اليدين ديالنا صافي. انا هنا غادي ندلكها مزيان ومن بعد غادي ندوز باش انني نغطيها. انا هنا تعمدت انني نوريكم القوام تاع العجين، يعني العجينه عفوا، فما تطلعوهاش قاصحه. ومن بعد عاد تحاولوا انكم تخفوها، من الاول طلعوها خفيفه صافي. غادي ناخذ واحد البول غنوضع فيه زيت الزيتون اولا زيت المائده اللي بغيتو، غير باش ما تلصق لكمش ديك العجينه صافي. وغادي نحاول انني نجمعها كما شفتوا على شكل كروي. وغادي ندهنها عاوتاني الوجه ديالها بالزيت الزيتون باش ما تكونش لينا ديك القشره من الفوق صافي. وغادي نجيب واحد الكيس بلاستيكي او السيلوفان كيف ما شفتوا معايا، ونغطيوها ونوضعوها تختمر. فبما انه الحال بارد فالا كنتو مضروبين سخنوا الفران ووضعوا فيه داك البول، ومن بعد خليه واحد يعني 10 دقائق تتكون خمرات صافي. هنايا من بعد ما غتختمر خمرات لينا العجينه كيف ما شفتوا معايا، هذا هو القوام ديالها. صراحه تجي رائعه هاد العجين، تجي خفيفه ومهويه، والميني بيتزا ديالها تجي غزاله صافي. غادي نحاول انني نخرج داك الهواء من العجينه اللي عندي كيف ما شفتوا معايا، حاول انا نخرجها. تندهن سطح العمل بواحد رشه نتاع الدقيق، ضروري غادي نستعملوا الدقيق، ممكن انكم تستعملوا الفينو. صراحه الفينو تعطيها واحد القرمشه اللي غزاله لهذوك الميني بيتزا او للبيتزا بصفه عامه صافي. هنا كيف ما شفتوا راه القوام ديال العجينه، العجينه عندنا خفيفه بزاف، ضروري غادي نطلقها في الاول غير بيديه، فراه يعني راه ساهله تعطيكم الطوب. وتنستعنوا بالدقيق لانها تتلصق، نحاولوا اننا نسرحوها مزيان ومن بعد عاد ندوز نسرحها بالدلاك صافي. هنايا من بعد ما سرحتها بالدلاك غادي نسرحوها مزيان، ولكن قبل ما تحاولوا انكم تقطعوها تبقاو تهزوها من سطح العمل، ما تخليوهاش لاصقه. الا كانت بقات لاصقه ومجبده فاش راه تقطعوها بداك المول او الزلافه او اي حاجه استعملتوها تتجمع لكم. شوفوا معايا انا دائما تنحاول انني نجمعها باش نزولها باش نعطيها الحجم ديالها صافي. هنا غادي ندوز انني غنقطع، انا قطعت في الاول واحد الاطار جاني شويه كبير، ومن بعد غادي خديت هاد الزلافه يعني العبار ديالها هو اللي انا باغا بالنسبه لهاد الميني بيتزا، يعني بغيتهم شويه يكونوا ما صغار ما كبار صافي. غادي نحاول انني نقطعها، ومن بعد غادي ندوز ضروري نتقبو ديك البيتزا بديك الفرشيطه اللي عنده ديك ديال ديك الاله نتاع التقيط، فراه غيكون احسن وتتسهل الماموريه. وهنا غادي نكون الفران سخناه من قبل ونوضعوا فيه البيتزا على النار اللي تكون مهيله، وهذا هو الشكل ديالها والقوام ديالها. يعني من بعد ما خرجناها من الفران تنوضعوها في واحد البلاطو تنديروا فيها واحد الزيت وتنغطيوها يعني باش ترجع يرجع ليها داك الصاد. صراحه تجي غزاله، فراه هي ما تاخذش نهائيا الوقت كثير، 3 دقائق ولا 4 دقائق في الفران يعني دغيا دغيا تتشمع لينا، يعني ما نخليوهاش انها
طيب مزيان، هي من الفوق يعني من التحت غير تهبطوها، غير يعني تتشد داك الصهد ديالها صافي وتتخرج. هذا هو القوام ديال الميني بيتزا، صراحة تيجيو غزالين خفافين، وكيف ما تشوفوا معايا مفشين، وفي نفس الوقت تيجيو رائعين صراحة. شي حاجة ديال الدار ما كاينش ما احسن منها. هنايا بالنسبة للطريقة ديال التخزين، فراه حنا يعني اللي كنتنا غادي نخزنوها لمدة طويلة، فراه تنديروها في الكونجيلاتور او الفريغو، تنوع مثلا 5 أو 6 على حسب الحجم اللي بغيتو، تنديروهم في السلوفان، ومن بعد عاد تنديروهم في واحد الميكا او كيس بلاستيكي نتاع الثلاجه. اما بالنسبه لي انا هنا، فانا باغاهم غير لغد ليه، يعني محتاجاهم غير لغد ليه، غنديرهم غير في واحد الكيس بلاستيكي وغنوضعهم غير في الثلاجه لتحت، يعني ما غاديش ندخلهم نهائيا للفريغو، لانهم هكذا تيبقاو رطبين وتيبقاو مزيانين. كيف ما قلت لكم، يعني الا بغيتهم فريغو راه ضروري خصكم ديرهم في كيس بلاستيكي، عاد ديرهم في عفوا في سلوفان، عاد ديرهم في كيس بلاستيكي. صافي، هنا انا غادي نحاول انا نخليها حتى يعني غادي نحتفظ بها في الثلاجه حتى لغد ليه كما شفتوا معايا. صافي، ومن بعد غادي هنا غادي ندوز نشارك معكم يعني الطريقه نتاع التحضير ديال الميني بيتزا. هنا كيف ما غتشوفوا معايا عندي واحد الصلصه، صراحه هاد الصلصه انا تنديرها في الدار، ما تنشريش نهائيا الصلصه نتاع البيتزا، ولا صوص طوماط، تنوجدها يعني ماشي شي حاجه صعيبه، سهله ان شاء الله. غادي نشاركها معكم في فيديو يعني طريقه التحضير ديالها، ماشي شي حاجه صعيبه، سهله وبسيطه وتجي صحيه بزاف، خصوصا لينا والوليدات ديالنا. هنا تندوزو ندهنو ماشي الوجه نتاع البيتزا، بالعكس يعني الظهر ديالها هو اللي ندهنوه بصلصه الطماطم او صوص طوماط او صلصه البيتزا، يعني الوجه تنردوه هو لتحت. صافي، غادي ندوز هنا غادي ندهن كاع هذيك البيتزا اللي عندي بصوص طوماط، ومن بعد غادي ندوز باش انني غادي نوضع فيها هنايا الطون. انا بالنسبه ليا استعملت الطون، استعملوا الكفته، لادان، مشحر، صدر دجاج، اي حاجه عندكم. يعني انا درت هنايا الطون، كل واحد تيدير داكشي اللي عنده. ممكن ديروا كذلك الخضره، صراحه بالخضره تجي غزاله. هنا من بعد ما شكل يعني كملتهم كاملين بهذاك الطون، غادي ندوز باش نوضع الفرماج. بالنسبه للفرماج انا عندي محكوك في الكونجيلاتور، يعني راه جامد. صافي، غير تنوضعو من الفوق، حاولوا اننا نديروا الكميه يعني الكميه اللي بغيتوا نتاع الفرماج. ممكن ديروا مباشره من بعد صلصه البيتزا ديروا الموتزاريلا، وعاد ديروا الطون وديروا الفرماج الاحمر. انا هنايا درت الفرماج الاحمر. صافي، غادي نكمل كاع هذيك المينا بيتزا اللي عندي، وندوز غادي ندير تزكات زين، غنضيف لها انا الزيتون الاسود، وغادي ندخلها للفران، يعني غير غادي تهض يدوب داك الفرماج وغادي نخرجها. وهذا هو الشكل نتاعها كيف ما تشوفوا معايا. هنا بالنسبه لي انا كنت يعني خدمتها، فانا تنديرها في واحد الكارتون، تنديروا لها ضروري بابي الومنيوم باش تتبقى هذيك البيتزا سخونه. حاولوا انكم ما تدخلوهاش الفران قبل، يعني ضروري حتى لاخر لحظه عاد تدخلوها، سواء كنتو غتحضروها للضيوف ديالكم، سواء كنتو غتحضروها ليكم، او لا كنتو خادمينها كوموند. هذا هو الشكل نتاع الميني بيتزا ديالنا في البلاطو كيف ما غتشوفوا معايا. تنتمنى انها تنال تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، وانا متاكده الا جربتوها بالطريقه غادي تعجبكم بزاف. هنا كيف ما تتشوفوا معايا، فانا محضره المملحات. ان شاء الله الفيديو القادم غادي نشارك معكم الطريقه تحضير لي فولوفون لي شوسون لي كورني، كذلك بالباطافي اللي سبق وشاركتها معكم. غنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف، ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا الاخبار. صراحه الطريقه سهله وبسيطه وناجحه مليون بالمئه. تنتمنى لا فيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، الى عجبكم فما تبخلوش عليا بلي لايك ولي كومونتير والبارطاج مع الحباب والصحاب. وخليتكم على خير الى فيديو لاحق ان شاء الله مع وصفات جديده ان شاء الله. تنقول لكم بالسلامه.